طبعا دلوقتي it's a great pleasure for me to introduce one of eminent professor superstar speaker مصري يعني دكتور الاستاذ دكتور محمد عبد الحكيم النادي هيكلمنا عن interesting subjects about patient self induced lung injury. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب اتوجه بالشكر طبعا لجمعيه جنوب الوادي على دعوتي ان انا اكون موجود مع حضراتكم النهارده بقيادة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى متولي والأستاذ الدكتور محمد الشحات والأستاذ الدكتور محمود البتنوني اللي مش موجود دلوقتي ويمكن دكتور علي ودكتور علامية ودكتور مروان وأتمنى أكون ما نسيتش حد يعني وطبعا سعيد أن رئيسة الجلسة هي الأستاذ الدكتورة ألفت وزي ما الدكتورة جيهان قالت هي حبيبة الكل فعلا هي حبيبة الكل وسعيد بوجودي في وسط زمايلي وأساتذتي وفي الحقيقة أنا عايز أتكلم على موضوع اللي هو دكتورة جيهان كانت بتقول إحنا بنفضل ساكتين على العيان ونرفع الأكسجين while the patient is maintaining good oxygen saturation but with high metabolic cost of breathing وبعد كده أودي المستشفى في خلال 4 ساعات يبقى 100% mortality. ليه؟ لأن أنت مشيت بالعربية وهي سخنة يا عم وقف يقولك ما هي دايرة دايرة وماشية دايرة وماشية لحد ما في النهاية بتولع المفروض لما تديك ألارم وتقول لك في لمبة حمراء العربية بتسخن حضرتك تقف ما تقولش ما هي ماشية واديني مكمل يعني العيان بيمنتين ساتوريشن 97% بريسبيراتوري ريت 60 وملاية تحتية تتعصر من الورك اوف بريزنج يبقى انت كده في حاجة غلط كويس ايه اللي بيخلينا نوصل لهذا الغلط الرعب والخوف من الميكانيكال فنتيليشن whether it is invasive بإندوتراكيال تيوب او نون انفيزيف without endotracheal tube حلوة كنا زمان لما نيجي نتكلم على الفنتيليشن نقول العيان الفنتيليتور عوره كنا بنقول الفنتيليتور induced lung injury وبعدين رجعنا في كلامنا قلنا لا ده اسمه ventilation induced مش ventilator عملية الفنتالة ذات نفسها هي اللي بتعوره وبعدين اكتشفنا بقى دلوقتي ان العيان هو اللي بيأذي نفسه بنفسه على الفنتيليتور يعني عندي حاجة اسمها self-inflicted lung injury وعندي حاجة اسمها ventilator-induced lung injury وعندي حاجة اسمها ventilation-associated lung injury طب وانت هتكلمني على مين؟ هكلمك على حاجة واحدة بس اللي هي بتاعت العيان تقول لي طب هو الventilation يأذي العيان؟ مش بتدي له أكسجين بنسبة 100%؟ يبقى فيه oxygen toxicity مش بتركب endotracheal tube يبقى فيه orotracheal complication بتاعت التيوب ويبقى في عندك الاورجانيزم اللي بيعمل لك الفنتيليتور اسوشيتد نيمونيا ثلاث حاجات بحرف الاو عشان ما تنساش الاورجانيزم والاكسجين والاوروتراكيال انتيوبيشن طب والفنتيليتور بيأذي العيان بيأذيه بكم طريقه بطريقه الخبط فوليو تروما بارو تروما اتاليكت تروما ايرجو تروما ريو تروما بتدي فوليوم يخش يخبط في الفيولاي اسمها فوليوتروما بتدي بريشر يخبط في الفيولاي اسمها باروتروما الفيولاي كولابسد وتفتح وتكولابس وتفتح وتكولابس وتفتح اسمها ريس ريبيتيتيف الفيولار كولابس اند اكسبانشن اسمها اتاليكت تروما دي بتطلع لك انفلاماتوري سايتوكاينز من الانترلوكين 8 يجيب النيوتروفيل تطلع الريكتيف اوكسجين سبيس يبوظ لك الالفيولاي يبقى ناقص لك الريو الريو دي الفلو اسمها فلو لما بيخش عامل زي الخرطوم كده لما تدوس عليه يدي فلو عالي يخبط في الالفيولاي اسمها ريو ريو تروما ايرجو ده الميكانيكال باور ترانسميتد فروم ذا ماشين تو ذا بيشنت اسمها ايرجو تروما دول الخمسه بتوع ايه الفنتيليشن لا بتوع الفنتيليتور بتوع الفنتيليشن ثلاثة وبتوع الفنتيليتور خمسة وبتوع العيان اللي بيأذي نفسه بنفسه دول أربعة طيب نبتدي بقى الكلام يبقى هنا ده بداية الكلام لما تيجي تنصح يقول لك نهيتك ما انتهيت والايه والطبع فيه غالب يبقى هنا مهم جدا لما اجي انصحك واقول لك خد بالك ما تقوليش انا واخد بالي وعارف كويس انا بعمل ايه انت ممكن تكون بتأذي نفسك بنفسك وتبقى عامل زي ده كده يقول لك ما حدش له دعوة انا عارف انا بتصرف ازاي وهو حاطط نفسه في وش المدفع يقول لك لحد دلوقتي من 250 سنه فاتوا أأمن بوزيتيف بريشر فنتيليشن يقدر عيان يحصل عليه الماوس تو ماوس بريزنج
هو ده اللي ما يأذيش العيان وبس. The lung of one man may bear without injury as great as a force of those of another man can exert, which by the bellow cannot always be determined. يعني لو انت هتديه بالفنتليتور ما يقدرش يحكمه. حاجة الوحيدة اللي تخليك تأذي ما تأذيش عيان ان انت تديله البوست بريشر ببقك. طب وهو ده هينفع؟ مش هينفع. ولو راجل هيفنتل ست برضو مش هينفع. لا يجوز. كويس. الاي ار دي اس احنا عارفين دايما ان هو اسمه Adult Respiratory Distress Syndrome، لكن هل فيكم حد عرف او سمع ان الاي ار دي اس عايزين يسموه نوزوكوميا الاي ار دي اس؟ عارفين يعني ايه؟ يعني بيجي لك العيان من غير اي ار دي اس ويخش المستشفى انت تجيب له اي ار دي اس. وادي هنا بيوريك قد ايه بيبرز كتيره جدا اللي اتكلمت على اللنج وعلى الفنتليتور انديوس لنج انجري وعلى الاي ار دي اس، كتيره وكتيره وكتيره. الفنتليتور بيأذي اللنج، بيأذي اللنج. ايه السبب؟ التايدال فوليوم هو داخل على الالفيولاي عامل زي الناس اللي داخلين من زفه ورايحين على الحاره. يقول لك بقى يا ساتر استر من دخول الايه الحاره، يا ساتر استر من دخول التايدال فوليوم على الالفيولاي. دخول التايدال فوليوم ببوزيتيف بريشر على الالفيولاي مش حاجه طبيعيه، هو ده اللي بيعمل فنتيليتور انديوسد لانج انجري. لحد دلوقتي انا لسه ما دخلتش في الموضوع بتاعي، فات خمس دقايق هحاول اجري. يبقى الاي ار دي اس عايزين يوصلوا بيه يقول لك ده اتز ا هوسبيتال اكوايرد ديزيز. العيان بيجيني وفي ستاتستكس بتقول هذا الكلام، ان العيان جاي لي من غير ار دي اس ولما دخل المستشفى بدا يديفلوب الاي ار دي اس، يبقى انا في عندي مشكله ومشكله كبيره جدا. طب ازاي تحمي العيان من اللنج بروتكتيف فنتيليشن؟ وهيبقى لينا فيها يعني سيشن كامله مع الاستاذ الدكتور محمد مصطفى. طيب اذا الفنتيليتور بيعور، طب ما تفنتله بسرعه وشيله، او فنتله على مهلك وتعرض لكل المشاكل. صح. يبقى هنا يقول لك فنتليت كويكلي عشان تهرب من مشاكل الفنتيليشن، ولا فنتليت بالراحه وتيك يور تايم وشوف بقى تمشي على كل ما لذ وطاب من مشاكل وتتعرض لها. حلو قوي. يقول لك في الاي ار دي اس العيان مش بيموت من هايبوكسيميا، ده بيموت من مالتيبل اورجان ديس فانكشن. ودي مهمه جدا. ليه بقى يا جماعه؟ يقول لك ان الاي ار دي اس بيطلع انفلاماتوري سايتوكاينز تخرخر في الجسم كله. صح. تلاقي العيان عنده اي ار دي اس ورجليه مورمه ووشه مورم ومنفخ. هو انا دلوقتي المشكله فين؟ في اللنج ولا في الجسم؟ المشكله في اللنج واثرت على الجسم. يبقى هنا يقول لك الفنتليتور وايل كيبنج ذا بيشنت الايف لونج شورتر كيلينج هيم لونجر. الكلام ده طبعا بالنسبه للي شغالين اي سي يو يكتب بماء الذهب. نوت فروم هارف، العيان ما بيموتش من هايبوكسيميك اكوت ريسبيراتوري فيلير، امال بيموت من ايه؟ من مالتيبل اورجان ديسفانكشن ومالتيبل اورجان فيلير. حلو. What the patient is doing is to keep the patient alive shorter، يعيش شويه but killing him longer. صح. تمام. وبعد كده يقول له انه علاج ايه؟ صيني. يبقى الفنتليتور انديوس ذا لانج انجري، الانفلاماتوري سايتوكاينز ما بتقعدش في اللنج بس، لا دي بتقعد في اللنج وترمي على الجسم ككل. يبقى انا عايز اوصل لمبدا طخه بس ما تعوروش، فنتله بس ما تاذيهوش. ينفع؟ ما ينفعش. شوت نوت تو كيل مش موجوده عندنا. طب هعمل ايه بقى عشان افنتل العيان وما ياذيش نفسه بنفسه؟ الفوليو تروما والبارو تروما اتفقنا عليهم، والاتاليكت تروما حفظناها، الفيولاي بتفتح وتقفل على نفسها وكولابسه، والارجو والريو قلنا دول نيو كيدز لسه اول مره نسمع عنهم، والبايو تروما اللي اسمها بايولوجيكال تروما. حلو. يبقى لازم تقعد وتراجع نفسك من وقت للتاني وما تقبش بتنكر اخطائك. يقول لك من كام يوم قعدت مع نفسي اقيم الفتره اللي فاتت واواجهها باخطائها، بس الحمد لله انكرتها كلها وما عرفش امسك عليها ولا غلط. ده طبعا مش مظبوط. حلو قوي. يبقى ديت المشاكل اللي بيعملها الفنتيليتور، فوليو تروما، بارو تروما، اتاليكت تروما، ارجو تروما، ريو تروما، بايولوجيكال تروما. ده مش موضوعي النهارده، لكن عايز اوصل لحضرتك ان كل ما كنت بتفنت اللنج حلوه كل ما كان الفنتيليشن حلو واخر حلاوه. صح.
واحد ركب عربية وماشي في طريق متسفلت عنده مشاكل؟ لا. أمال هيبقى عنده مشاكل إمتى؟ لما يظهر له طوبة ومسمار وزلطة وصخرة. هي دي المشكلة بقى. عايزك تحفظ حضرتك من ورايا كلمة homogeneous lung is protected lung. ودي مش المشكلة بتاعتي خالص ألا في عيان الـ ARDS. عند جي جي أو وعند جراوند جلاس وعند solid ossification يبقى في حتت حلوة وحتت مش كويس. طب الفنتيليشن هيروح فين؟ هذا هو السؤال. يبقى ده الارجوتروما خلاص اتفقنا عليها، الميكانيكال باور اللي بترانسميتد للعيان من الماشين، وطبعا بتضرب في كل مكان في السليم واللي مش سليم، والريوتروما ده فلو وداخل على العيان بيخبط في الفيولاي هيلسي او ان هيلسي، يطلع منها انترلوكين 8 تجيب النيتروفيل والنيتروفيل تطلع اللي جواها. حلو قوي. يبقى الواحد بيخرج الصبح ورده مفتحه ويرجع بعد الظهر بطه ايه كويس. ده موضوع المحاضرة بقى اللي أنا عايز أوصله لحضرتك، إزاي العيان بيأذي نفسه على الفنتيليتور؟ أنت عايز تقول لي إيه؟ عايز أقول لك ساعات بيخش عليك الدكتور يقول لك أنا عايز العيان يتنفس، وواحد تاني يقول لك لا أنا عايزك تخمده. تفتكروا مين اللي صح؟ إن العيان يتنفس ولا العيان ينام تماماً؟ تقول لي لا، هي حكايه يتنفس او ينام تماما الموضوع لازم يكون فيه تفصيل. السبونتينيوس بريذنج احنا بنحبه بس زي ما بتحبه لازم تكرهه، لانه ممكن يعمل لك حاجه اسمها سيلف انفليكتد لانج انجري، بيسموها بي سي لي، بيشنت سيلف انفليكتد لانج انجري، العيان بيأذي نفسه بنفسه. ايه الدليل؟ الدليل بقى اللي انا هكلمك عن الجانب المظلم من القمر، dark aspect of the moon او dark side of the moon. يعني ايه؟ تقول لي انا دايما كراجل بتاع فنتليتور ببقى زعلان قوي لما الاقي العيان نايم وما بيتحركش، انا عايزه يفنتليت ويتحرك. اشمعنى؟ تقول لي ان بيحصل حاجه اسمها disuse atrophy of the diaphragm، العضو الذي يستخدم يكبر وينمو والعضو الذي لا يستخدم يضمر ويضعف. داروين افندي، كويس. طب انت لما تنيم العيان تماما وتخمده، الديافرام شغال ولا مش شغال؟ مش شغال، شغال باسف. يبقى يجي لك حاجه اسمها VIDD، ventilator induced diaphragmatic dysfunction. تتغلب عليها ازاي؟ ان انت تقول للعيان خد نفس عشان تمرن العضله، دراعك الخامل لما يجي لك لا قدر الله ستروك العضله بتضعف، ولما يبتدي يعمل فيزيوثيرابي العضله ترجع تاني لقوتها. يبقى انا مش عايز الدايفرام يجيني فيه واتس كولد فنتليتور اندوس دايفراجماتيك ديسفانكشن، والمسل يحصل فيها على مستوى الميتوكوندريا يحصل لك حاجه اسمها ساركوميريك انجري، مش مشكله، كلام في الهيستوباثولوجي يعني، والعيان يخش منك في الفي اي دي دي. طيب ونقدر نديتكت الكلام دوت بالسونار، ونقدر نديتكت الكلام دوت بالايه؟ بالدايفراجماتيك كونتراكتيليتي. الراجل ده بقى يا جماعه اسمه تاكاياشا يوشيدا، ده اهم واحد اتكلم على البيشنت سيلف انفليكتد لانج انجري، وقال كلام في غايه الخطوره. يقول لك احنا بنحب الفنتيليشن بتاع السبونتينيوس بتاع العيان، تشجعه وخليه يجري وياخد نفس وبتاع، لان ده بيحسن ان العيان ما يجيلوش في اي دي دي، صح؟ وايه كمان؟ وبيحسن الريجنال فنتيليشن، جميل يعني، ده حلو. طيب يقول لك من طلب العلا سهر الليالي، حلوه، واللي وراها يقول لك نام مبكرا واستيقظ مبكرا، يبقى في حاجه اسمها هجمع ازاي؟ ياخد سبونتينيوس ولا ما ياخدش؟ ياخد ويافويد الفي اي دي دي ولا ما ياخدش ويافويد السيلف انفليكتد لانج انجري؟ ده سؤال. تقول لي هو في ايفيدنس ان العيان ممكن يأذي نفسه بنفسه؟ خد بقى معايا الكلام بالراحه، ممكن يأذي نفسه بنفسه. شوف هنا يقول لك السترونج ايفورت اللي بالاحمر دي كان الاكسجين ساتوريشن زي الزفت، ولما اديت للعيان باراليسيس الاوكسجين ساتوريشن نط. عارفين ليه؟ خمدت العيان، فالفنتيليتور هو اللي قايم بمجهود الشغل. هو انت كل مشكلتك ايه في الفنتيليشن بتاع العيان؟ ان العيان ليه مخ والفنتيليتور ليه مخ والدكتور ليه مخ، والهدف ان مخ العيان يتوافق مع مخ الجهاز. يبقى لو خمدته هيتوافق، يبقى ما اسهل ان انت تخمده، صح؟ بس وانت بتخمده ما تنساش ان انت هتعمل ايه في الدايفرام، في اي دي دي، ventilator induced diaphragmatic dysfunction. تاني الاسبونتينيوس ايفورت كان البي اي او 2 على الاف اي او 2 وحش، لما نيمته اتصلح، يبقى نيم العيان. قال لك لا اصبر عليا،
لما كان في عندي spontaneous effort ولما كان في عندي paralysis كان الانفلاميشن قليل. لما قاسوا الانترلوكين 6 في spontaneous effort كان قليل، ولما خمدوا كان عالي، ولما خمدوا العيان قل. يبقى إذن العيان ممكن يأذي نفسه بنفسه، الاكسجينيشن بتاعه يقل، والبي او تو على الاف اي تو يقل، والانترلوكين انفلاماتوري سايتوكاينز تزيد لو هو بيتنفس بصوره طبيعيه. تقول لي طب ما ده انا مش عايزه، ده هيأذي نفسه، وانت حتى الان ما قلتليش هو بيأذي نفسه ازاي. هقول لك، لما خمدوا العيان في السبونتينيوس ايفورت بالباراليسيس بالسكيتال مصر باراليسيس اللي هي الفنتانيل، المورتاليتي قلت، السرفايفل زاد. يبقى اذا نخمد العيان. كل ده باستشهاد الناس اللي اشتغلت على مئات الالاف من الاي ار دي اس. طب عايز تقول لي ايه بقى؟ يعني ايه الرساله اللي انت عايز توصلها لي؟ واحد، لو في سترونج ايفورت هيعمل لك بارو تروما، ده العيان هو بيتنفس على الفنتليتور. طيب ممكن يفرقع العيان؟ قال لك ممكن يفرقع العيان. اشمعنى؟ لان بيدخل تايدال فوليوم مع البوست بريشر اللي بيزق للعيان. يعني لو العيان انت مظبطه على تايدال فوليوم 500 وهو بياخد سترونج ايفورت هيبقوا 700 وهيبقوا لتر، يبقى ممكن يفرقع لك العيان. واحد. اتنين، وجدوا ان العيانين ممكن يجي لهم induced ARDS مع الاسبونتينيوس بريزنج. عارفين ليه؟ اقول لك ليه. العيان لما ياخد نفس غويط النيجاتيفيتي بتاع الانتراثوراسيك بريشر تبقى كام؟ تبقى مور نيجاتيف ولا ليس نيجاتيف؟ تبقى مور نيجاتيف. حلو، يبقى لو انت بتدي بوزيتيف بريشر 10 10 ناقص ناقص 20 يبقى بقوم 30، يفرقع العيان. على عكس لو كان 10 وما فيش عندك حاجه يبقى هم ال 10 اللي بيتعرض له، يبقى انت بتزود البريشر. كويس كويس، متابعين معايا ولا الموضوع صعب شويه ولا مكالكع شويه؟ جميل. يبقى اذا الفيري سترونج سبونتينيوس ايفورت ممكن تاذي العيان، وفي السيفير اي ار دي اس يتعاظم هذا الدور. ايه الميكانيزم بقى؟ انت حكيت لي ان المشاكل بتاعه السبونتينيوس بريزنج تاذي العيان بكم طريقه؟ 1 2 3 4. واحد، عن طريق التشينج في البريشرز. بص كده حضرتك هنا كده واضح الاشاره. ادي البلاتو بريشر 30، جه منين؟ من ال10 والبلورال بريشر 20، يبقى 10 زائد 20 يطلع 30. لو هنا بقى العيان بياخد نيجاتيف بريشر يبقى نيجاتيف 20، يبقى هنا هنقول نيجاتيف 20 30 ناقص ناقص 20 يطلع لك كام؟ 50. يبقى الترانسبلمونري بريشر بدل ما كان 20 في الباراليسيز يبقى 50 في السبونتينيوس، يبقى يفرقع العيان. ادي اول مشكله اسمها ايه؟ هاي بريشرز. تاني حاجه دي اول مره حضراتكم تسمعوها او ممكن يكون البعض مننا سمعها، اسمها بندل لافت مانوفر. ايه البندل لافت مانوفر ده؟ بيقول لك الالفيولاي لما بتكون كولابست في حته التايدال فوليوم وهو داخل يخبط فيها اكتر ما بيخبط في الالفيولاي السليمه. وانا قلت لك العربيه وهي ماشيه لو عدت على زلطه زي ما هي معديه على اسفلت قوه التصادم هتزيد مع مين اكتر؟ مع الصخرة أو الزلطة. يبقى هنا في حاجة اسمها local biotrauma مع الـ spontaneous effort. مع الـ spontaneous effort ومع الـ augmentation of tidal volume severe injury. أهو الـ pressure مش بيتوزع equally. Pressure does not equally distributed, does not equally evenly distributed through all over the alveoli. هيروح يخبط أكتر في الـ alveoli الـ unhealthy. أدي تاني حاجة local biotrauma. والتايدل ريكروتمنت زي ما اتفقنا لما بتفتح الالفيولاي بالبوست بريشر فنتيليشن يفتح لك اللنج فوق وتحت. واديكم شايفين اهو في السبونتينيوس اللي على الشمال وحشه واللي على اليمين كويس. كويس، لما خمدت العيان كله بقى حلو جميل، يبقى اخمده احسن من السبونتينيوس. تقول لي اشمعنى؟ السبونتينيوس بيفتح الالفيولاي كلها، طب ما دي حاجه حلوه. اقول لك لا، احفظ بقى معايا الكلمه دي. Injury occur where gas goes. تاني. Injury occur where gas goes. تقول لي هو ايه where gas goes؟ هقول لك الفيولاي كانت unhealthy. سيبها unhealthy ونايمة. دراعك مكسور خليه مكسور ما بيتحركش.
مش تفتح لي السكة عليه فالتايدل فوليوم يخش يرشق فيه فيعمل لك مور دامج. انجري اوكير وير جاس جوز. اللي سبونتينيوس بريزنج يقدر يفتح الكولابس الالفيولاي احسن من البوست بريشر فنتيليشن. يبقى لو سبتها بعبلها او نيمتها خالص بالباراليسيس هتحمل عيان من المورتاليتي. ادي تاني حاجه اسمها بندلفت او بندلفت مانوفر. وهنا بيوريك اهو العيان اللي واخد ماسل باراليسيس مش قادر يايكوال ديستريبيوت واللي سبونتينيوس بييكوال ديستريبيوت في كل حته. يبقى كل ما تقضي على السبونتينيوس كل ما هتحافظ على اللنج ان ما يحصلش فيها انجري بصوره عنيفه. الحاجه الثالثه انكريز دي بيرفيوجن. هنا بيوريك اهو ادي الكابيلاري بريشر هنا 12 لكن البلورال بريشر 10. البلورال بريشر مع النيجاتيفيتي بتاع الانتراسراس بريشر في السبونتينيوس بريزنج يخلي فيه اوزنج يبقى فيه مور بيرفيوجن. السلايد ده بمليون جنيه. العيان اللي عنده اي ار دي اس ما تخلوش يتنفس بنفسه لان لو تنفس بنفسه النيجاتيفيتي في انتراسراس بريشر هتزيد هيشد لك الفلويد من الكابيلاري ويقعده في الالفيولاي. ممكن تديني 3 دقايق؟ ها يبقى ثالث حاجه اسمها ايه تشينج ان بيرفيوجن. ورابع حاجه اسمها بور سينكروني. العيان يجي يخرج الفنتريتور بيدي او العيان الفنتريتور بيدي والعيان بيخرج يبقى انت هتفايت الفنتريتور. دي اسمها اي سينكروني. كم حاجه دول؟ اربع حاجات بيأذي العيان بيهم نفسه. البريشرز اللي بتتغير والبندلفت مانوفر والبرفيوجن اللي بيزيد والبور سينكروني لسهوله الحفظ 4 بي يعني عشان ما تبقاش ايه زعلان. اذا يبقى ديت الاي سينكروني. وعشان كده بقى بيقول لك العيان يخش جوه فيشس سيركل كابيلاري ليك تعمل لانج اديما تنقص الجاز اكسشينج تزود الريسبيراتوري درايف النفس يزيد العيان ياخد النفس بنفسه يخش في سيلف انفليكتد لانج انجري تعمل لك مول كابيلاري ليك وبالتالي تخش في البيشا سيركل بتاع الاي ار دي اس والعيان ما يقدرش يقوم من هذه القصه بسبب السيفير انجري والمور ريسبيراتوري افورت. طبعا انا في الحقيقه يا جماعه انا اشتغلت ميكانيكال فنتيليشن بقى لي 28 سنه وانا بسمع الكلام ده من الراجل اللي اسمه يوشيدا بتاع الصين او اليابان انا كنت قاعد في حاله ذهول قد ايه هم قدروا يصطادوا المايكرو انفايرمنت بتاع الالفيولا. يبقى انت ايه بقى اخر طموحاتك؟ قال له اتغدى. قال له لا طموحاتك المستقبليه. قال له اتعشى. يبقى انا الهدف بتاعي حاجه واحده بس ان انا اخلي الهوا هوايا. يعني ايه؟ اخلي مزاجي زي مزاج العيان زي مزاج الفنتليتور. بيشنت برين يبقى زي الفيزيشن برين. فالديسينكروني تقل والسبونتينيوس بريزنج كهازاردس افكت يختفي. اخر حته بقى بحب اختم بيها يا جماعه اسمها اي سينك. سمعتوا عنها؟ الكترونيك سينكينج. دي اللي واخده براءه اختراع اللي عاملها بريوس. يقول لك الدايفرام بينزل وانت بتنزل الدايفرام ادي التايدل فوليوم. يقول لك طب وانا اعرف منين الدايفرام بينزل؟ اخترعوا حاجه اسمها نافا نيورالي ادجاست فنتيلاتوري اسيست. حط الكترود في الدايفرام يقس بيه وهو ناس بس ده محتاج الكترود وانفيزيف. قال لك ده بقى مش هيحسب كده. الاي سينك يقول لك ايه؟ بمجرد ما العيان يبتدي يسحب النفس هو بيكرييت فلو. غلط. بيكرييت فلو فيلوسيتي. غلط. بيكرييت فلو فيلوسيتي اكسلريشن. تاني العيان وهو بياخد النفس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تشينج اوف فلو. الفنتيليتور كان ديتكت ذا تشينج اوف فلو فيلوسيتي اكسلريشن. زي ما بيقول لك كده اهم من الشغل تظبيط الشغل. انا هنا بقول لك برضو اهم من الفلو هو قياس مدى التغير في سرعه الفلو. اول ما العيان الفنتيليتور يحس ان هو بياخد النفس يروح مديله. عشان كده يقول لك بريزنج ويز ذا بيشنت not for the patient. اتفضل افتح الباب افتح الزبون اتفضل. انا خلاص يعني دي الرساله اللي انا عايز اوصلها يا جماعه اسمها اي سينك. وعلى فكره ده مود غالي. لا ده رخيص جدا وموجود في الفنتيليتورز بتاعت بريس كلها.
بيبتدي من الباي باب اللي هو ثمنه 22000 جنيه وانتهاءا بالانفيزيف فنتليشن والنون انفيزيف فنتليشن اللي هو ثمنه ممكن يوصل 160000 جنيه. يبقى هنا الحته دي مهمه، ادي شكله اهو الدايفرام هينزل هيعمل تشينج ان فلو فيلوستي اكسلريشن، الفنتليتور اس بي يروح مديله النفس، يبقى دايما الفنتليتور هيدي النفس والعين بيشفط. ده فن طبعا واخده براءه اختراع. يبقى اهم من الشغل تظبيط الشغل، اهم من الفلو قياس مدى تغير سرعه الفلو. جميل. يبقى الاهم من الشغل تظبيط الشغل، قال له غشيم تظبيط الفطار مع زمايلك في الشغل. يبقى breathing with the patient not for the patient، breathing with the patient not for the patient. ادي الاي سينك اللي احنا اتفقنا عليه ان هو بيقدر يقيس التغير في سرعه الفلو وبالتالي يخلي كده الفنتليتور مع العيان زي السكينه في الحلاوه او في القشط، مفيش مشكله. بيقول لك امبارح حلمت ان انا بشرب شاي والنهارده صحيت شربت شاي، الحمد لله بدات احقق ايه احلامي. وبعدين يقول لك مفيش احلى من انك لما تكون متضايق تجري على صاحبك تسند عليه فتلاقيه متضايق اكتر منك فالدنيا تبقى زفت على دماغكم انتوا الاثنين. شكرا جزيلا. يعني الف شكر استاذ دكتور محمد عبد الحكيم النادي، محاضرة ولا أروع كالمعتاد. يعني الحقيقة احنا بنسعد جدا.